طيب نرجع تاني دكتور يحيى ويومياتك ونوادر الطوارئ. بدأت الفكرة يمكن هي ده كان أكتر موقف مؤثر، يعني إن هو شخص كبير 80 سنة مثلا جاي الفجر في مستشفى كبير حكومي، الراجل جاي في حالة هستيريا رهيبة جدا، الحقوني، ايدي بتموت ايدي بتموت يا ولاد، وماسك ايده بشكل يبان لنا ان هو يعني كشغلانتنا احنا عارفين ان الموضوع بنسبة 90% حاجة نفسية جدا يعني بحتة، بس كواجب او كشكل بتاع الطوارئ لازم يدور في المستخبي او ايه اللي انت ما انت شايفه، مش الشكوى المباشرة اللي بتيجي من العيان. اخدنا العيان وتعاملنا معاه وحاولنا نهديه، ما تقلقش، هنمسك بقى هنحط بس جهاز الضغط نضغط بيه على الجلطة اللي بتموت ايدك، ايه يا حاج ايه اللي حاصل، يطلع الراجل قاعد في دار مسنين والواحد و فنشوف تحاليلنا، تحاليل الجلطات، رسم قلب، كل التفاصيل اللي هي اللي ممكن تبقى مستخبية في عيان شكوته غامضة او حتى ما نستخفش بيها مبدئيا. وتعاملنا مع الراجل تمام، والحمد لله طلع الموضوع يعني هستيريا نفسية بحتة، كان محتاج يتكلم شوية ويحكي عن مراته اللي توفت وسايباه وهو قاعد في دار مسنين، خلصنا الموقف تماما. فالراجل في الآخر قام جاي مطلع لي 4.5 جنيه وحطهم في جيبي، رزق وجالك يعني. الحمد لله الحمد لله عشان تقلش بركته. فبدأت ماشي 4.5 جنيه، طب ما جبتهمش 5 جنيه ليه يا حاج، انا بوقع الفكه. بدات فكره التعامل مع الناس، مش كل الناس اللي هتجيلك طريقه التعامل معاهم واحده. كل الناس ممكن تشتغل طب، بس مش كل الناس تعرف تتعامل مع الفئات المختلفه اللي هتقابلها، وده جزء من التدريب اللي هو الخواجه حتى حطه في الكتاب، ازاي هتتعامل مع تقاليد الناس. الخواجة حطلنا الكتاب، احنا حطينا ايه في الكتاب؟ مفيش اي تاتش بتاعنا خالص. احنا لازم نجود برضو، ما احنا مصريين، بس هي الفكره ان الطوارئ كعلم نفسه هو يعني دخل مصر في يعني في 2003 2004 بشكل رسمي، هو موجود تهيألي في امريكا من السبعينات كاي ار، كلفظ الاي ار اللي هو الشخص اللي بيقدر يتعامل مع كل الحالات الحرجه. الطوارئ ده أنا بشوف من وجهة نظري المتواضعة أن هي أصعب محك مع البشر طبعا، لأنه اللي جاي لك في طوارئ يا إما عامل حادثة ربنا يعني يعافي الناس كلها وبيموت، يا إما عنده حالة هستيريا زي ما حضرتك قلت، فبالتالي أنه هو بيدي أعراض ملهاش وجود أساسا، مش موجودة في كتب. فأنت عليك بقى أن أنت تعرف ما بين السطور، إما أن هو فعلا عنده كارثة ومحتاجة تشخيص وأشعاعات وكلام كبير قوي عشان نعرف هي إيه، ونتمنى ان ما يكونش بعد فوات الاوان. فانت في محك صعب. ما هو ده، لكن هو ايه ده الموقف اللي كان نقطه تحول بالنسبه لك اللي بيه قررت ان انت هتفرغ اللي في دماغك ده على ورق؟ هو موقف الراجل ده، هو موقف الراجل، موقف ده. الراجل ده كان لانه كمان كان ليه تبعات، ان الراجل تاني يوم جه وجاب لي كيس اسود كده ملفوف ورق الجرنان وبلاستر كهرباء، ومصمم يدور عليا بالاسم عشان يديني اقلام اكتب بيهم روشتات للناس. انا قلت نص كيلو لحمه ولا حاجه يعني، فهي الفكره ده 4.5 جنيه يعني. انت طول الوقت معرض للتعامل مع اكستريم العيانين، من اول اللي زعلان والدبله قرص على ايده لحد اللي مضروب بالنار والعربيه المقلوبه والجلطات واللي جاي اصلا متوفي. يعني قد ايه في الميه من الناس اللي بترد للطوارئ مشكلتها نفسيه بالاساس؟ نسبة كبيرة جدا طبعا. ممكن نوصل تقريبا يعني قد ايه؟ حوالي 40-50%. ده رقم كبير على فكرة. اغلبهم ستات طبعا. طبعا سيدات وبنات. واخد بالك انت. اغلبهم ستات وبنات. جاية مثلا ايه؟ جاية منتحرة، جاية عايزة تنتحر. منتحرة ده منتحرة ده ما بيحاولوا ينتحر بس. يعني ده كده حالة كريتيكال، سواء قطع ايديها واخدة راس، فده ايا كان فهو ده حالة كريتيكال فعلا. انما بنتكلم على الزعل النفسي اللي هو
زعلانة من خطيبها، حصل حاجة مضايقاها. بيبقى أنت هنا دورك إيه؟ هل طبيب فقط ولا بتتحول لحظات لصديق تسمع بحيث ما هو ده على حسب رفاهية المكان اللي أنت فيه. يعني أنت ما يبقاش مثلا في مستشفى بتخدم قطاع الجيزة فيها 3 مليون نفس يوم شم النسيم، وتيجي واحدة زعلانة وأنت معاك 20 عيان تسممات وخبطهم عربيات وجلطات، وهتقعد صديق وتسمع. وانت ممكن تبقى واحد بس اللي في النبطشيه ومعاك اتنين تمريض بس، فده بيبقى ضرب من الخيال. يعني صفحتك عليها معجبين كتير ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، لكن فجاه قررت من كام يوم ان انت تقفل الصفحه. ليه؟ والله كنت متضايق شويه، حاسس ان فكره بنخبط دماغنا في الحيط، الناس ممكن تبقى زعلانه مننا، مش راضيه عن الخدمه الطبيه رغم ان احنا جايبين اكستريم اللي نقدر عليه، مواقف مثلا ممكن ان يقعد معاك عيان 36 ساعه بتدور له على سرير عنايه مركزه وجهاز تنفس صناعي، والبديل اللي انت فيه حاجه اسمها امبو باج اللي هو بديل الجهاز التنفس الصناعي، حاجه مانوال كده بتبدل عليه فرق. تخيلي حضرتك ممكن قاعد تعمل الحركه دي على مدى 12-24 ساعة بتدور على سرير عناية مركزة عشان ما فيش سرير فاضي في المستشفى اللي انت فيها. هي الفكرة انت طول الوقت قاعد تصطدم مع مشاكل انت مالكش دخل بيها، دواء مش موجود، اماكن عناية مركزة. طيب على ما الشباب يطلعونا شوية بوستات لدكتور يحيى.